السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم مس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله لسنا رابعة ومكملين مع بعضنا شرح منهج اللغة الإنجليزية كونكت فور من كتاب المعاصر 2024 طبق تعديلات الوزارة. انتهينا يا ولاد بفضل الله من شرح الوحدة الأولى كلها I feel good. النهاردة بقى معانا اختبارات شاملة على الوحدة الأولى كلها. يبقى النهاردة عندنا حل اختبارات يونت 1، تمام؟ عندنا الاختبار الأول تيست 1 on يونت 1 بيج نمبر 46 صفحة 46. أول سؤال معانا بيقول لي listen and write true or false. ده سؤال استماع، هنسمع للنص وبعد كده نشوف الجمل اللي عندي دي صح ولا غلط. لو صح بكتب T، لو غلط بكتب F. يا ولاد قبل ما نبدأ تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يصلكم إن شاء الله كل جديد. اسمعوا معايا يلا listen to me carefully. بيقول لي يا بقى the land in the Meta governorate is rich in nutrients. الأرض في محافظة دمياط غنية ومليئة بالعناصر الغذائية. It is good for ground crops. إنها جيدة لزراعة المحاصيل. Farmers المزارعون grow بيزرعوا يا ولاد بقى rice and oats potatoes بطاطس and wheat والقمح. Fishermen الصيادين catch thousands of fish بيصطادوا آلاف الأسماك. In the Meta في دمياط there are goats يوجد أي ماعز cows أبقار and sheep وخراف. Number one بيقول لي the land in the Meta is rich in energy مليئة بالطاقة. لا مليئة بالنيوتريانتس العناصر الغذائية بالكلام ده يا ولاد اف. The farmers المزارعون grow rice potatoes and wheat بيزرعوا رز وبطاطس و wheat طبعا true. Fishermen catch thousands of fish الصيادين بيصطادوا آلاف الأسماك طبعا برضو true. There are goats cows and sheep in the Meta برضو يا ولاد true. يوجد ماعز وأبقار وخراف في محافظة دمياط. طيب بعد كده السؤال التاني بيقول لك choose the correct answer from A, B, C or D. نختار الإجابات الصحيحة يا ولاد. Number one بيقول لك إيه بقى I like oranges أنا بحب البرتقال apples التفاح نقط bananas عايز أقول والموز. أربط بإيه بقى أنت ولا so ولا but ولا as. طبعا انا اصلا لما اكون بذكر هي حاجات كتيره مجموعه اشياء بنفضل نحط كومه 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 وقبل الحاجه الاخيره بنحط تلات بنحط اند تمام. I like oranges apples and bananas. I want to eat pizza انا عايز اكل بيتزا. Not it isn't healthy انها ليست صحيه. كده في contrast او تضاد في المعنى هربط بأور ولا بات ولا سو ولا بيكوز. طبعا هربط بيه ولا ببط. I want to eat pizza but it isn't healthy. أنا عايز أكل بيتزا بس إيه؟ إنها ليست صحية. 3. دميتا is for دميتي تشيز. دمياط مالها الجبنة الدمياطي. Cult ولا hot ولا famous مشهورة بيه ولا هابي سعيدة. طبعا famous for يا ولاد يعني مشهور بيه. Egyptian farmers المزارعون المصريون. Not eat chickens بيعملوا قول الدجاج يا ولاد. give يعطي play يلعب raise يربي ولا build يبني. طبعا raise يربي. السؤال اللي بعد كده سؤال سهل جدا read and complete the text with words in the box. كلمات دي يا ولاد اربع كلمات اهو عندي قطعه فيها فراغات هكمل منها بس لاحظ ان بيكون فيهم كلمه زياده. ميك يصنع فوتبول كرة قدم كولا اللي هي ايه الكولا مشروبات غازية بلاي يلعب. I'm in a wheelchair basketball team at school انا في فريق كرة السلة الكراسي المتحركة في المدرسة تمام. wheelchair يعني كراسي متحركة او كرسي متحرك. we practice three times every week بنتمرن نتمرن ثلاث مرات في الاسبوع. I drink not but I want to drink more water انا بشرب حاجه معينه بس عايز اكتر اشرب اكتر ايه ميه او المزيد من المياه. تبقى انا بشرب ايه يا ولاد بشرب كولا. بدي بعد كده I don't not video games because I am very busy انا مشغول جدا. طيب انا مشغول جدا يبقى ايه not video games ها I don't ايه I don't play video games انا مش بلعب العاب الفيديو.
ان انا مشغول جدا. and I play not in the park، بلعب ايه؟ بلعب كرة القدم. ادي 2 ودي بقى 3. and I play football in the park، بيلعب كرة السلة في المدرسة وبيلعب ايه؟ الفوتبول في البارك في الحديقة. السؤال الرابع ليه ده ان ماتش ايه وز بي، تعالى نوصل ايه ببي. بيقول لك do we raise، هل نربي؟ طب ده سؤال عايز حاجة اخرها علامة الاستفهام، في علامات استفهام هنا واحدة بس، يبقى كده هي do we raise a chickens in Egypt، هل نربي الدجاج في مصر؟ سهلة دي. Egyptian farmers، المزارعون المصريون. جروب يزرعوا، يزرع جروب، يزرعوا يا ولاد، عايز حاجة بتزرع، يزرع. fruit and vegetables، خضروات وفواكه. the food looks، الطعام يبدو، الطعام يبدو ايه يا ولاد؟ ها the food looks ايه؟ delicious، يبدو لذيذا. what meal يعني ما الوجبة؟ are you having، ما الوجبة التي تتناولها؟ هتقول ايه او التي تتناولها؟ I am having lunch، ولا in our body، في جسمي طبعا بيتناول الغداء. السؤال الخامس، read the text and answer the questions، هنقرا النص ده ونجاوب على الأسئلة. I am Dina، أنا دينا. I am healthy، أنا صحتي كويسة. I do a lot of sports at the club، أمارس المزيد من الرياضات في النادي. I practice tennis 4 times a week، بتمرن تنس 4 مرات في الأسبوع. I don't like cola، مش بحب الكولا. It is unhealthy، لأنها غير صحية. I don't eat candy، مش بأكل الحلوى. But I like fruit، لكن بحب ايه اولاد؟ الفاكهة. My favorite fruits are، الفواكه اللي بحبها، البنانس and watermelons، والبطيخ watermelons. My mom makes an awesome banana milkshake، ماما بتعمل لنا بصم يعني رائع، بتعمل لنا مخفوق الحليب بالموز الرائع. 47، 47 تخت الأسئلة اللي على النص. choose the correct answer. Dina does a lot of not at the club. Dina بتمارس المزيد من الايه في النادي، buildings المباني، jobs وظائف، sports رياضات، foods أطعمة طبعا بتمارس رياضة. the underlined word awesome means، تعني ايه معنى كلمة awesome؟ احنا قلنا awesome يعني رائع، bad سيء، wonderful رائع، unhealthy غير صحي، late متأخر طبعا ايه wonderful. Answer the following questions. Why is Dina healthy؟ ليه دينا صحتها كويسة يا أولاد؟ هنقول كلمة because يعني بسبب أو لأن. She does a lot of sports at the club، وتمارس المزيد من الرياضات at the club في النادي، وايه تاني؟ and she eats، بتاكل healthy food، أطعمة صحية. طيب what are Dina's favorite fruits، ايه الفواكه اللي بتحبها؟ هنقول she likes bananas and watermelons. بتحب الموز والبطيخ. طيب reorder the words to make correct sentence، هرتب عشان ايه ندي جمل صحيحة. is لا verb to be اللي هو يكون، growing يزرع، he هو، good diet at في plants النباتات. ابدأ بالهي، يبقى بعدها الفعل is، بعد is يأتي فعل I ing عشان ده present continuous المضارع المستمر. he is growing. sorry he is good at، اسفة جدا يا ولاد، he is good at، ان بعد good at يأتي فعل I ing جي، he is good at، انه جيد في زراعة النباتات، he is good at growing plants، جيد في زراعة المحاصيل.
ووك يمشي، اي انا، اسكول مدرسته، الى افري دي كل يوم. انا اي فاعل، فين الفعل؟ ده السبجكت. فين الفيرب؟ ووك. انا بمشي الى ايه؟ تو سكول، الى المدرسة. امتى؟ افري دي كل يوم. وات دو ده فعل مساعد، فارمرز المزارعون، ان في بروديوس ينتج ضمطة. كلمة استفهام يجي بعدها فعل مساعد، فاعل لما الفارمرز، فعل بروديوس، كلمة استفهام فعل مساعد فاعل فعل. تكوين السؤال يا ولاد أو ترتيبه، كلمة استفهام فعل مساعد فاعل فعل، برو ديوس. فاضل ايه؟ ان ضمت. ماذا ينتج الفلاحون في ضمت؟ البونكتويشن. اول حاجة يعني بتروح على اول حرف، لو مش كابيتال بنعمله كابيتال، الاي كابيتال كده، يبقى ده اول حاجة معانا. لو عمول كابيتال خلاص هدور على حاجات تاني. وصل الجملة بدور على الضمير اي، اعمله كابيتال، او اسماء الاشخاص، ايام الاسبوع، شهور السنة، المدن والاماكن المشهورة واللغات. طيب I think we grow rice in Egypt، اللي بتاعت ايجيبت لو مش معمولة كنت عملتها، دي دولة. طيب دي جملة، في الاخر هنحط ايه؟ الفول ستوب، اللي هي النقطة. يبقى الاي والنقطة. write a paragraph of about 20 words using the following guiding elements، واستخدم العناصر المساعدة. being healthy، ان تكون صحي. ازاي صحتك تكون كويسة؟ do sports، انك تمارس رياضة. fruit and vegetables، انك تاكل خضار وفاكهة. القطعة اللي عندي بتاع الدنيا دي بتتكلم على نفسها، هتتكلم زيها بالظبط، تمام؟ هتقول I am healthy، I do a lot of sports at the club، I practice tennis for me. بعد كده الحاجات الصحية تقول مثلا ايه؟ I don't eat candy but I like fruit، بحب الفاكهة وفير الفروتس. ايه يعني؟ ممكن اخد الجمل دي واكتبها يا ولاد هنا، تمام؟ سهلة جدا، تمام. fruit and vegetables، وايه كمان؟ ومجابة عنه في نهاية الكتاب. يبقى الموضوعات موجودة في نهاية الكتاب يا ولاد. هسيبها لك بقى تمسك القلم وتتدرب وتكتبها علشان تعرف ازاي تكتب جمل ايه لوحدك في الامتحان، تمام. 47، الصفحة اللي بعديها 48، اختبار التاني، تيستو اون يونت 2. برضه اول سؤال معانا استماع عشان نقول ترو ولا فولس. نسمع النص مع بعضين، بيقول ايه بقى؟ farmers are very important for us، الفلاحين مهمين جدا لنا، او المزارعين. ليه بيعملوا ايه؟ they produce a lot of food for us to eat، بيزرعوا لنا او بينتجوا لنا طعام كتير لكي ناكله. they also grow vegetables، بيزرعوا لنا خضروات like tomatoes and onions، زي الطماطم والبصل. they grow fruits like watermelons and bananas، بيزرعوا فواكه زي البطيخ والبنانس. they can raise a chicken to get eggs and meat، بيربوا لنا الدجاج علشان ناخد منه البيض واللحم. طيب number one، farmers are very important for us، المزارعون هامين بالنسبة لنا. هام يعني important، طبعا true. farmers produce food for us to eat، المزارعين بينتجوا طعام لنا لكي نأكله، طبعا true. farmers grow tomatoes and onions، بيزرعوا طماطم وبصل، برضو true. they raise cows، بيربوا الأبقار to get eggs عشان ناخد منها البيض، غلط false، بيربوا chickens الدجاج يا ولادي، يبقى غلط عندي في كلمة ايه؟ cows. choose the correct answer from A, B, C or D. number one، our house is so old، بيتنا قديم قديم جدا. we need to not it، عاوزين نعمل له ايه؟ rebuild، نعيد بناؤه، recook، نعيد طبخه، reread، نعيد قراءته، ولا did، هنعمل ايه؟ ها هنعيد بناء وريبيلد، مش هو بيت قديم، هنهد بقى ونبنيه ايه مرة تانية، يبقى ريبيلد، تمام. يبقى our house is so old we need to rebuild it. I like very much، اللي بحبها جدا. we make sugar out of it، بنصنع منه السكر، اللي بحبه بنصنع منه السكر يا ولاد. onions البصل، ودر من البطيخ، sugar cane قصب السكر، ولا جريبس العنب، طبعا بنصنع منه السكر، وهي قصب السكر sugar cane. I like playing tennis، بحب ألعب تنس. I can't play it well، بس مش بعرف ألعبه كويس. جملة مثبتة والتانية منفية،
اربط بمين على طول، بكوز ولا سو ولا بات ولا ان؟ قلت جمله مثبته والتانيه منفيه وعندي التضاد في المعنى، اربط ببات على طول. I speak English، انا اتحدث الانجليزيه، not French. اند فرنش ولا بات فرنش، سو فرنش ولا بيكوز فرنش؟ طبعا اند فرنش، بتحدث الانجليزيه والفرنسيه. read and complete the text with the words in the box. color لون، beautiful جميل، friends اصدقاء، repainted اعاده، دهان. my house was old، بيتي كان قديم. I wanted to make it، ها عاوز اخليه ايه؟ beautiful جميل. I not it، عملت له ايه؟ repainted، قعدت دهان، يبقى دي 1 ودي 2. The new not was green and red، عملت لون جديد، بقى اللون الجديد ايه؟ The new color، اللون الجديد، was green and red، أخضر وأحمر. My friends helped me، وأصدقائي ساعدوني. السؤال الرابع بيقول لي read and match A with B، تعال نوصل العمود A بالعمود B. We raise، نحن نربي. بنربي إيه يا ولاد؟ It's very famous، مشهور جدا. Favorite food، طعام مفضل، ولا chickens in Egypt، دجاج في مصر. In the park، في الحديقة، ولا parts of Egypt، part of Egypt، إحنا بنربي إيه؟ chickens in Egypt، الدجاج في مصر. دميتي تشيز، الجبنة الدمياطي، مالها؟ is very famous، مشهورة جدا. I go walking، أنا ذهبت للتمشية. فين؟ in the park، في الحديقة. What's your، ده سؤال، favorite food، ما هو طعامك المفضل؟ part of Egypt، جزء من مصر، دي ايه؟ ملهاش حاجة. read the text and answer the questions. عمر is a young Egyptian boy، عمر ده ايه؟ ولد مصري صغير السن. he lives in a small village، عايش في قرية صغيرة. the village is famous for making delicious cheese، مصنوعة بإيه؟ مشهورة بصناعة الجبن. in his village farmers grow rice potatoes and tomatoes، المزارعين بيزرعوا إيه؟ rice و potatoes و tomatoes. they grow some fruits like bananas and grapes too، بيزرعوا إيه؟ bananas و grapes. they also raise chickens and sell them to us to eat، بيربوا الدجاج ويبيعوا لنا علشان ناكله. عمر زمان، مامة عمر، makes delicious food with rice، بتصنع طعام لذيذ بالأرز و potatoes and a chicken. life is good in the village، الحياة جيدة في القرية. 49 الأسئلة على القطعة. to the correct answer، عمر lives in a small، عمر عايش فين؟ في مدينة كبيرة. country دولة، فيليج قرية، ولا تاون مدينة صغيرة؟ طبعا عايش فين ولا عايش في الفيليج؟ the village is famous for making، القرية بتاعته مصنوعة مشهورة بصناعة الايه؟ potatoes، rice، chicken، cheese، طبعا بالجبنة، مشهورة بصناعة الجبن. read and answer the following question. what do farmers raise، بيربوا ايه؟ هنقول they raise chickens، بيربوا الدجاج. what does عمر's mom make، بتعمل ايه؟ هنقول she makes delicious، ها اهي، she makes delicious a food with rice potatoes and chicken. rice potatoes and chicken. طيب reorder the words to make correct sentence. يامي لذيذ، مام أمي، ماي يعني حاجة خاصتي أنا، ملكي أنا، السلطة، سلطة ميكس. الفعل اللي عندي مين؟ ماي مام أمي. الفيرب اللي عندي ميكس، تصنع. ماما بتعمل ايه؟ ميكس ايه؟ my mom makes، فاضل السلط ويامي، تبقى يامي سلط، لان انا بجيب الايه؟ الصفة قبل الاسم، يامي سلط. منى، منى مالها بقى؟
ري ري كليند، إعادة دهان هير بايك درجتها. بعد كده ماي ايه، ماي براذر اخي، ده الفاعل. ماله، does يمارس، lot of sports المزيد من الرياضات. punctuation Egyptian، الاي بتاعت Egyptian هعملها حتى لو وصل الجملة، لان الدول والجنسيات بنعملها. Egyptian farmers are clever، ماهرين. طبعا دي جملة نحط في الاخر اي نقطة. ال Egyptian farmers الفلاحين المصريين، او المزارعون المصريون. grow rice يزرع الأرز، raise a chickens بيربوا الدجاج. تمام، برضو مجاب عنه في نهاية الكتاب، وايه سهلة جدا يا ولاد. شايفين في القطعة اللي عندنا دي هتقول ان الفارمرز the Egyptian farmers مالهم يا ولاد؟ grow rice potatoes and tomatoes، they grow some fruits and bananas مثلا and grapes، they also raise the chickens and sell them to us to eat. كل الحاجات دي ممكن اكتبها عن الايه، المزارعون المصريون. تمام، طيب بعد كده ليه نمبر 50، ده اختبار مصغر خاص بالايه، الازهر الشريف. اول سؤال معانا السماع، هنسمع النص علشان نشوف الايه الاختيار الصح. نص الاستماع بيقول لي بقى Chin was very good at growing things and looking after his garden. Chin اللي هي القصة بتاعة الصين بتاع الـ empty pot اللي هو الإناء الفارغ، كان جيد جدا في زراعة الأشياء والاعتناء بالحديقة. He put the seeds in the soil، كان بيرعى البذور في التربة، and gave them water ويرويهم. But nothing happened، لكن لم يحدث شيء، because the seeds were dead، لأن البذور كانت أصلا إيه، ميتة. Chin was very good at nursing growing زراعة، كان جيد في زراعة الأشياء، ولا building البناء، ولا making الصناعة، طبعا كان جيد في الزراعة. Chin put the seeds in the nut، كان بيضع البذور في ايه يا ولاد؟ soil التربة، استريت في الشارع، ولا صنف الشمس، كان بيحطها في soil التربة. Read and complete the dialogue، تعال نكمل المحادثة. What ما أو ماذا، raise يربي، وgrow يزرع. Dad، which food comes from our country؟ أي طعام يأتي من بلدنا؟ ماجد قال له I think we not rice in Egypt، نعمل له الرز grow، نزرعه. يبقى I think we grow rice in Egypt. Dad قال له yes that is right، كلامك صح. ها what else، ماذا أيضا؟ إيه كمان؟ قال له I think we not eat chickens in Egypt، بنعمل إيه الدجاج بنربيه raise. تمام. Real rain delicious لذيذ، cheese جبنة، is دميتي. دميتي cheese is delicious، الجبنة الدمياطي لذيذة. cows أبقار، farmers المزارعون، goats ايه ماعز، raise يربي، and farmers بيعملوا ايه يا ولاد؟ ريز بيربوا. ممكن اقول cows and goats او goats and cows. person شخص، so honest امين او صادق، not لا does lie. طيب the honest الامين او الصادق، the honest doesn't أو does not، the honest person الشخص الأمين، doesn't lie يعني لا يكذب. الفوكاب، choose the correct answer. فاطمة is very clever، شاطرة جدا، فاطمة شاطرة. she studies her lessons well، تذاكر دروسها جيدا. or ولا and ولا but، كده في ترابط في الافكار، يبقى and، دي بنت شاطره بتذاكر دروسها كويس.
ايجيبشن فارمرز نوع مين فيجيتابلز؟ بروديوس بينتجوا ولا ستادي يذاكر ولا ريد يقرا؟ طبعا بروديوس ينتج. المزارعون المصريين بينتجوا ايه؟ الخضروات. ماي ماذر لايكس تي، مامتي بتحب الشاي. نوع شي دازنت لايك كافي، حاجه بتحبها وحاجه مش بتحبها. جمله مثبته والتانيه منفيه. بات ولا اند ولا سو؟ طبعا بات يا ولاد. ماما بتحب الشاي ومش بتحب القهوه. نوع از يور فيفرت فود؟ قال تشيكنز. يبقى قلت له مطعمك المفضل. ما يعني ايه؟ وين؟ متى؟ ما؟ وات؟ وير؟ اين؟ بناخد وات. وات از يور فيفرت فود؟ This village، هذه القرية، is famous growing rice، بزراعة القرص. عايز أقول مشهورة بيه. famous in ولا famous to ولا famous for؟ طبعا خدنا في الدرس famous for، يعني مشهور بيه يا ولاد، مشهور بيه. وخدنا غني بيه يعني rich in، لما قلنا ايه الأرض في دمياط غنية بالعناصر الغذائية، rich in يعني غني بيه. لازم نحفظ الحاجات دي مع حروف الجر بتاعتها. وبكده يا ولاد نكون انتهينا من حل اختبارات الوحدة الأولى. كان عندنا تيست 1 تيست 2 والاختبار بتاع الأزهر. كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. الفيديو الجاي إن شاء الله نبدأ في الوحدة التانية. يا ريت نعمل لايك ونشير في القناة عشان نوصلنا إن شاء الله كل جديد يا ولاد. الفيديو من غير لايك بيموت، مش كأننا بنعمل أي حاجة خالص، مش بيوصل لحد. فلازم طبعا نعمل لايك عشان الميس تستمر معانا وتكمل باقي المنهج. مفيش لايك مش هنكمل المنهج بقى بالطريقة دي، تمام؟ اي حاجه محتاجينها افتحوا قائمه التشغيل الخاصه بالصف الرابع، نضغط فوق كده على كلمه قائمه التشغيل في القناه كده من فوق، دور هتلاقي قائمه تشغيل رابعه ابتدائي الترم الاول 2024. هتلاقي الدروس هناك مشروحه من المعاصر وبت وجيم. وكمان تابعوني على صفحه الفيسبوك مس هبه رجب لاي استفسار، وبنزل على الورق كده محلول بتاع الوحدات. بتمنى لكم النجاح البر والتوفيق باذن الله. كانت معكم مس هبه رجب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.